أكيد بجريدة اليوم رح يكون معنا وليد نخلي ضيفنا اللي كان من الصبح. أهلا وسهلا فيك وليد. أهلا فيك. وبالتالي رح نحكي نحن وياه عن الزراعة، ورح نروح بالأول لنحكي أكثر عن موسم السباحة بالمجمعات البحرية مع جورج معروف رئيس مجلس إدارة معروف جروب. أستاذ جورج صباح الخير. يسعد صباحك وصباح المشاهدين والمستمعين. يعطيك ألف عافية. المجمعات البحرية يعني الألعاب البحرية فتحت أو بعد؟ البعض منهم فتح والبعض والبعض الثاني متريس شوي وناطرين لحتى يشوفوا بالنسبة لموضوع التعبئة العامة. كل واحد نظرة للموضوع. يعني هلا أنا بقدر بحكي عنا نحن مثلا. نحن كنا رح نفتح مع فتحة المطار أو بعد يومين ثلاثة. هلأ تأجل فتح المطار، رح نأجل شوي صغير الافتتاح. وناطرين تنشوف بالنسبة لموضوع التعبئة العامة وموضوع كورونا تنشوف شو بده يصير. يعني هلأ على الأكيد إذا رح نفتح رح يكون في طبعا رح ناخد كل الاحتياطات اللازمة وما يزيد عن الاحتياطات اللازمة المطلوبة كمان عنا. وحضرتك يمكن تكون تعرف انه نحن عنا بالنسبة لموضوع السلامة العامة ونظافة الماء وموضوع الكلور، وهذا موضوع يعني مفروغ منه. نحن عنا بمسبحنا نحن نستعمل كمية الكلور المطلوبة بلبنان دوبل عن المطلوب بلبنان وأكثر شوي. يعني بلبنان الستاندر المطلوب للماء بالكلور، وهذا بتمنى أنه يسمعوا كل أصحاب المسابح. ومع شيء لو حطوا شوية مصروف زيادة على الكلور، صحيح أنه الكلور عم ينشرى بالدولار وأسعاره شوي غالية، بس ضروري جدا أنه نزيد كمية الكلور بالماء اللي بده يستعملها الشخص اللي عم يسبح بالماء. لأنه بأمريكا أستاذ عبدو من شي 12 سنة تقريبا بلشوا يزيدوا نسبة الكلور لتصير بيقولوا يعني 1 ppm مطلوب بلبنان. بأمريكا عملوها 2.5 ل 3% الكلور لازم يكون، لأنه تبين لهم أنه في فيروس مع بعض الفيروسات ما عم يقتلها 1% الكلور الموجود. نحن عم نستعمل هيدا الشيء هيدي النسبة من الكلور من سنين، وبتمنى انه كل المسابح وخاصة هلا بوجود فيروس كورونا انه معلش لو تكلفوا زيادة يزيدوا نسبة الكلور بالماء لحتى يطمنوا الناس انه كل شيء بيكون شو بيقولوا under control مثل ما بيقولوا. أسئلة الناس أكثر شيء اليوم إضافة إلى السلامة العامة حول الأسعار. بالنسبة للأسعار أستاذ عبدو، أنا بدي أقول لك إياها بكل تجرد أنه نحن السنة اجتمع مجلس إدارة وحكينا بموضوع الأسعار، وأسعارنا ما زالت مثل ما كانت مع كل الغلاء اللي صار ويعني وضعف سعر الليرة مقابل الدولار، لأنه نحن عنا هم واحد أنه هالموظفين اللي عنا وهالناس اللي بتجي بتتقدم بطلبات شغل، مرات بيكون في عنا نحن حوالي 100 موظف، هودي يعني همنا انه يا خي نحن قبلانين السنه الوقت اللي بدنا نفتح فيه انه هالجماعه هودي يقبضوا معاشاتهم، لانه عارفين شو الضائقه اللي عم يمرقوا فيها العالم، صار في جوع عند الناس. طيب اذا بقول لك انه تقدم طلبات شغل لاول سنه، احنا من 21 سنه بمسبحنا فاتحين، هاي أول سنة بيتقدم طلبات شغل بكثافة مش طبيعية. هيدا الشيء بيدل على قديش العالم محتاجة إنها تشتغل لتطالع لقمة العيش. طيب اليوم قلت إنه في قسم فتح وفي قسم بعد ما فتح. نعم. صحيح؟ طيب اللي فتحوا أخدين الإجراءات، يعني في توحيد بالمعلومات حول السلامة العامة للمجمعات الألعاب المائية؟ استاذ عبدو طبعا وزارة السياحة ووزارة الصحة طالبين اجراءات معينة يجب ان تطبق مثل ما طالبين على الاكيد. نعم. هل تطبق او لا تطبق، نحن كل واحد بيقدر يعرف عنده أكيد. هو شو رح يعمل.
أكيد. طيب نحن بلشنا ناخذ الاجراءات المطلوبه وعم نعمل اجتماعات لحتى نشوف شو المطلوب. يعني اول شيء حراره الموظفين، اول شيء كل يوم لازم تتاخد حراره الموظفين قبل كل شيء، واي موظف يكون في عليه حراره على الاكيد بيرجع على بيته، على الاكيد حراره الزبائن اللي بدهم يفوتوا على المسبح، طبعا تطهر الكراسي الشيزلونج يوميا 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 من بعد الاقفال وقبل الافتتاح، لازم تعقيم. تعقيم الكراسي. الاجراءات على الاكيد المي، اليوم استاذ عبدو كلنا بنعرف انه كل هالبرودوي اللي عم نستعملها اغلبها فيها كلور لحتى تقتل الفيروس، نعم. ما هو اليوم اذا المي معالجه مضبوط بالكلور اكيد انه الشغله بتكون امنه جدا. طيب بعدين بالنسبة، خليني الفت نظر تفضل لشغله، نقطه كثير مهمه، موضوع بامريكا السي دي سي يلي هو مركز معالجه الامراض والوقايه من الامراض وغيره، لحديت هلا عم بيقولوا بكل الدراسات اللي عم بيعملوها انه ما في شيء اثبات بيقول انه فيروس كورونا بينتقل بالمي يلي فيها كلور. نعم ابدا. طيب سؤال كمان بالنسبه للاسعار، في توحيد للاسعار بين كل المؤسسات يما كل واحد يختار السعر اللي بيناسبه للدخول؟ استاذ عبدو كل واحد عنده هدف من وراء فتح المسبح تبعه. نعم. انا قلت لك وبرجع باكد لك انه نحن هدفنا والسنة ما نطالع مصاري، هدفنا انه نفتح لحتى نأمن معاشات هالموظفين والناس يلي بدها تشتغل عنا. نحن قبلانين انه نكيت ما نربح ولا ليرة، بنكون راضيين وكثير مرتاحين. استمراريين. بالنسبة لمصاري اليوم حضرتك بدك تقول يمكن عم بيحكي جورج معلوف عن هالموضوع انه عم بيحكي عن حاله، لا بس اليوم الووتر بارك برجع بعيدة، مدينة الملاهي المائية مصاريفها تختلف كليا أضعاف وأضعاف المسبح يلي عنده بيسين وحدة وشط بحر. صحيح. طيب بالنسبة للأسعار من قديش رح تبلش؟ الأسعار رح تبلش من هلأ، طبعا في عروضات بتصير على الأكيد كل سنة بصير في عروضات، الأسعار بتبلش من 25-30 ألف، الماكسيموم رح يكون هو شيء 40 ألف مبدئيا. هلا نحن في عنا اجراء معين بناخده هودي للجروبات الشباب اللي بيجوا لوحدهم لحتى نخفف من وجود الجروبات الشباب، بنعطيهم نعم. سعر اغلى شوي صغيره من الناس العيال يلي عم تجي، عرفت علي كيف؟ ووقت اللي بيصير في عروضات بيكون تقريبا السعر حوالي 50% من الاسعار اللي عم نعتمدها يلي هي ذات اسعار سنه الماضي. شكرا لك جورج معلوف رئيس مجلس اداره معلوف جروب على هذه المعلومات حول الووتر بارك والمجمعات السياحيه المائيه، يعطيك العافيه. نحن وياكم قبل ما نروح لك وليد نستفيد بالحديث، خلينا نشوف عناوين الصحف اللي صادره صباح هذا اليوم. البداية اليوم 8 حزيران 2020 مثل ما رح نشوف هلأ بالصور. خلينا نشوف عناوين الصحف إذن صدر صباح هذا اليوم. دقيقة بس، صار عندكم كونكشن؟ لحظة ونشوف عناوين الصحف وهلأ الأخبار. إذن تدهور قياسي لليرة السورية، التظاهرات تعود إلى درعا وسويداء، اقتراح زيادة سعر المازوت كارثة جديدة تلوح في الأفق، مصارف أجنبية توقف التعامل مع لبنان، وأنقذوا البلاد من الرعاع بالصورة يلي عم نشوفها بصحيفة الأخبار. بالشرق معادلة جديدة، نزع السلاح تساوي الحرب الأهلية، بري والحريري ملعون من يوقظ الفتنة المذهبية. وأيضا في الجمهورية، لبنان يجتاز قطوع الفتنة والأمن تحت السيطرة. في اللواء قطوع الفتنة، الجيش يحمي السلم الأهلي فمن يحمي الوحدة الوطنية، والصور مثل ما عم نشوف من كل الصحف اللي صار بعد ظهر السبت.
وفي الديار حتى جوع لم يوحد اللبنانيين، أجندات خارجية تحاول إشعال مؤامرة في لبنان. العماد جوزيف عون، نشر الجيش بقوة ومنع الفتنة وسيطر على الأوضاع دون شهداء. بكاريكاتير الجمهورية لليوم مع أطوان غانم عم شوف ثورة 2020، البوسطة يلي جاي وعم شوف الرعب والقتل. نرجع 50 سنة لورا، كنت خلقت مثل هالنهار 50؟ لا، 1970 على الأقل. على الأد؟ اه اوكي. لكن 8 حزيران 1970، عبد الناصر لعرفات: احرصوا على العلاقات اللبنانية الفلسطينية. القاهرة لا تعتبر لبنان من دول المجابهة ولا تؤيد مرشحا معينا للرئاسة. استقبال الناصري في بيروت للرئيس الليبي، قمة لبنانية فلسطينية ليبية، أو لقاء القذافي عرفات في القاهرة. طوت جوني ورقة ميشيل الخوري وطرحت اسم الياس سركيس، ركن شهابي يقدم المرشح البديل إلى جنبلاط على أنه يساري بشهادة المعارضة. الجميل يزور الرئيس السابق وعلى أمل العودة بالخبر اليقين. وزير الداخلية يحاول إحياء جبهة الأحزاب تعزيزا لمواقعه في معركة الرئاسة. مين هو كان وزير الداخلية بتعرف؟ أثناء بهذه الفترة. ما عندي فكرة. الله يرحمه الشيخ بيير جميل. أوكي، بكمان عناوين بعدنا بجميل يعني. بعدنا بجميل. استقبال الناصري: حاشد للرئيس الليبي، القذافي يحرص على ركوب سيارة مكشوفة فيتأخر الموكب نصف ساعة. من قبل هو عنده تاري الأفكار النيرة. النهار تفتح ملف الامتحانات في الجامعة اللبنانية فتستفتي العمداء والطلاب. بهذه الحلقة الخامسة كانت بالنهار. الدكتور حسن مشرفي: لا ضرر من الامتحانات الفصلية في السنوات الأخيرة، أما في السنوات التحضيرية فهذه الامتحانات تضر لأنها تقلص أيام التدريس. جمال وحمير ولعبة تربح سيارة في كرمس شانفيل ديك المحدة. حلو، حلو كتير. أكيد. بنروح للكاريكاتير كمان من 50 سنة مع بيير صادق، بتاع العنوان: محادثات الجماهير الناصرية. الرئيس الليبي عم بيقوله: بتعرف ليش طلبت سيارة مكشوفة؟ برد عليه وقتها الله يرحمه شارل الحلو ببدلته العسكرية: معلوم، تتبقى القصة مستور. مستورة. اوف، ملا لغم وملا جواب كتير مهم بهذا الموضوع. هذه كانت عناوين الصحف الصادرة صباح هذا اليوم. نرجع لضيفنا، أهلا وسهلا فيك مرة جديدة فيك وليد. نرجع للإنتاج الزراعي ومشروعكم لدعم صحيح. هذا الإنتاج. كمان رح نشوف صور بهذه الفقرة. أول شيء اللي عم نشوفه على الطاولة قدامك هو هذا من إنتاج، خلي معك، لا صراحة معي كرسي. الإنتاج اللي معك هو هيدا مربى مربى الفريز. الفريز صحيح، بلشتوا تنتجوا هيك؟ بلشنا يعني، بلش المزارع كمان يعني يحط ايده بايدنا وبلشنا نعطي انتاج، وعلى امل انه يصير في عدوى، هيدي مثل ما بقولوا عدوى ايجابيه لكل المحيط بالمشروع بالمطرح ما نحن عم نشتغل، لانه صار في كتير عالم عم تسال كيف ممكن نتعامل معكم، كيف ممكن نتواصل معكم، لحتى لانه عم يعملوا حساباتهم المزارعين، كل شيء بيتحول لمنتج غذائي اكيد برجع بقول ما بيربحهم بس بيحدلهم من خسارتهم. نعم، لهالسبب نحن لازم نكون يعني على مستوى اللي عم نقوله وعلى مستوى المطلوب بالنسبه للمزارع، وبلشوا يعطونا هيك عينيات من طبخ منتوج مربى، والمهم انه خالي من اي مواد حافظه، ما له مصلحه يعني يضيف صريف على انتاجه اكيد. ونحن بنقول انه مفروض يكون في رقابه على هيك مواضيع، يكون في تسهيلات ببيعها بالاسواق من قبل وزاره الاقتصاد، على نتواصل معهم يعني تنشوف كيف الطريقه انه نقدر ما نحمله اعباء للمزارع لحتى نقدر نوزع له منتوجه ونبيع له منتوجه. خلينا نقول للاشخاص اللي بهمهم هذا الموضوع، فتح الخط على 01491702 اذا بتريدوا بس فيما يختص بالزراعه والانتاج وكيفية دعم هذا الانتاج، إذا فيكم تسألوا لوليد البتكوني. كنا عم نحكي تحت الهواء أنه كل مزارع قادر يخصص غرفة ببيته لا يعملها مصنع لا أو بجنينته. نعم، بس نحن كمان مش رح نتكل على هذا الشيء، كمان نحن عم نقول له نحن حدك منساعدك، نحن قادرين نخلق مطرح أنه نصنع تيكون لسبب واحد، تيكون في نفس الطعم، ما يكون في كذا طعم، لأنه اليوم كل مزارع طريقته شكل،
تكون في طعمه وحده. نحن نفضل انه نحن نكون عم نشرف شخصيا على ال... رح نشوف البيج. الصور هلا وتقلنا وين هيدي، باي منطقه هيدي؟ بدريا. نعم بكسروان. دريا كسروان هذا عم نشوف الفريز. صحيح. نعم المنتوج اللي يعني احلى ما اذا الكل مش قادر يتصرف بالاسواق عم بيروح دغري للمربى. مزبوط. والاسعار كيف المربيات؟ المربيات يعني اكيد هو بيكلف لانه عم تحط له انت مربى مش كيف مكان يعني. واليوم كمان بدنا نحكي بالمضمون الازاز، ندعم. نعم. ندعم الازاز للمزارع كمان، يكون يعني عم بتشغله اكثر من قطاع، من مشغل ومن قطاع. صح. نعم مزبوط. يعني كله الان بيكمل بعضه. من احدى الراهبات شكرا لها، هي بتدعم بالصلاه. حلو كثير. ميرسي. حلو كثير هذا التعبير. هذا الاساس كمان. هذا الاساس طبعا. لكن عم بتشغله معامل الازاز، عم بيشتغل المزارع. صح. يمكن عائلته وجيرانه يلي قاعدين بلا شغل كمان عم بيشتغلوا تيقدروا يصنعوا 100% هذه المواد. صحيح. شو المطلوب اليوم؟ ماشي، المطلوب انه قد ما فينا نسهل له اموره للمزارع، ونحن قد ما فينا كمان نروج له منتوجه. اليوم منه منتوج كيف ما كان يعني. اليوم عندك لوح شوكولا بالسوق حقه 3000 4000 ليرة، وشوكولا مش معروف مصنع من شو، بينما عم تقدم له انت منتج غذائي صحي خالي من اي مواد. صحيح. ايه خلينا ناخذ اتصال نشوف شو المطلوب. الو الو بونجور مدام. الو صباح الخير. صباح النور. تفضلي. مسي عبدو كيفك؟ الحمد لله. كل يلي بيتصلوا فيك لهم جوائز، واللي لها من اول يوم اجندة عم تتصل فيكم لليوم ومتابعتكم ما بتقفي يوم، شو بيطلع لهم؟ وليد رح يقدم لك مش انا. انا رح اقدم لك مربى الفريز. متبين مربى الفريز ما بتصبح فيكم. اهلا وسهلا فيك. باي منطقه مدام؟ بجبال. نهار ما بتصبح فيكم نعم ما بيكون عندي نهار حلو. تسلمي. ولك بتجنن بتجنن انتو نتالي وانطوانات. ميرسي. حبايب القلب يا حبيبي، الله يديم. تسلم. الله يديم هالإذاعة الحلوة. تسلمي تسلمي. ولك يقبروني عيونكم. خلي لنا رقمك تحت الهواء. خلي رقمك تحت الهواء مدام معدون، هلا بتعطينا إياه ورح يوصلك مربى الفريز لعندك. شكرا لاتصالك مدام، اهلا وسهلا فيك. يعني اذا بدنا نفتح هلا جوائز بيخترب بيته لوليد اليوم. لا معلش. بقول لي مين قالك تدعيني؟ لا بالعكس بالعكس. على كل حال الاسئله يا ريت تنحصر بس بالزراعه. بنتابع نحن وياك، كنتوا بلشتوا مثل ما قلت لنا الاسبوع الماضي عبر سكايب انه كسروان. صح. وجبال. مجموعه كسروان وجبال بلشوا يشتغلوا. كسروان يعني انا قضاء عايش فيه من زمان. نعم. مبين انه رح يكون نموذج لباقي الاقضيه، لانه الشغل فيه بتحس فيه اراده صلبه، لانه في استقرار. مطرح ما في استقرار. نعم. في شغل. نعم. حدا عم بيبعت يقول كمان انا بحب صبحكم وبدي فريز بس بالاتصالات، اذا ما في اتصالات ما فينا نفتح هذا الباب علينا بالواتسابات والفيسبوك. وين في مناطق تانية هلا على الطريق؟ نحن حتى في حدا اتصل فينا بالنبطيه. نعم. وبمنطقه الدوار. نعم. وطلب منا شقفة انه شو ممكن تنزرع، اعطيناه اقتراح بنزرع حمص. اليوم زراعة الحمص كمان الى اكبر تأثير. الحمص كتير يعني اول شيء ما بينتزع ما بيخرب، وعلى مدار السنة بيضل ينطلب الحمص. مقليباني كمان بيقولوا اخضر، اذا مش اخضر بيتيبس وبتعرف بيصير حمص. ايه حمص يعني كل منطقة بدك تشوف تعمر زنامة ما يكون عندك تقل فريز او تقل اكس، بدك تكون منوع لحتى تشوف الوطن او البلد شو بحاجه، مش تزرع كله فريز بتعوم بالفريز. صحيح. بعدين عندنا اليوم انتاج التفاح، بكره بايلول انتاج التفاح بينعمل منه كذا كذا منتج. مزبوط. سبق حكيت بالموضوع. مزبوط. انا بينعمل شراب، بينعمل خل، بينعمل شيبس، بينعمل مربى التفاح اكيد، وخل التفاح وعصير التفاح عصير طبيعي. يعني اليوم هيدي افاقها كتير واسعه وشغله حلوه كتير، خاصه بس تعطي منتج صحي وطيب. العقورة سنة الماضي كنا فيها ومن أكبر الإنتاج بالتفاح. بالتفاح. أكيد. وبينعمل كمان فودكا. أكيد. فودكا التفاح. ومشروبات تانية. وبينعمل بيرة من التفاح. صحيح. بس. طيب اليوم شو المطلوب من المواطن ليساعد معكم بهذا؟ نحن هلا بس يبلش الإنتاج يكون أكيد إنتاج المزارع يكون صار محرز. أكيد رح نطلق حملة
لدعم هالمنتج هيدا، وما علينا إلا نشجع صناعة لبنان ومندوق صناعة لبنان وعلى ضوء بيتقرر. خلينا نروح لاتصال كمان. ألو بونجور، بدي أسأل أستاذ سؤال إذا بتريد. تفضلي. يسعد صباحك. صباحي أستاذ، بدي أسألك إذا عندي ألو تفضلي تفضلي، إذا عندي قطعة أرض فيها صنوبر شو بقدر أزرع فيها؟ صنوبر ما بينزرع في شيء تحته لأنه بتكون مفيه كلها. إيه؟ ما فيك تستفيد من شيء تحت الصنوبر. آه. لأنه كمان الصنوبر بهر كتير. آه. يعني آه. ما فيك تستفيد منه. إذا على طرافة فيك بدك تشوفي طرافة، إذا فيك تستفيدي على الطراف تبع الشقفة. أنا كتير بشكرك. أهلا وسهلا فيك. وأنا بدي أقول لك شغلي هلأ، لأنك اتصلتي وعلقت معك كمان تربحي معنا مرتبين فريز. إليك مرتبين فريز مدام، تركي رقمك تحت الهواء إذا بتريدي. شكرا لإليك. على كل حال كنا بنحكي كمان عن موضوع ونرجع للزراعة بالنسبة للشخص اللي طلب مساعدة للفنانين. دكتور فؤاد ميكي. نعم صحيح، ما نحن برجع بقول لك نحن معنيين بكتير أمور بالوطن، وهلا حسينا إنه الوضع بيسمح إنه نكون بالزراعة. نحن بنكون يعني وين لازم نكون رح نكون. نعم. نحن سبق وعملنا جمعية ودعمنا الفنان اللبناني بكتير محطات وكرمناهن، وأكيد بيستحقوا اللفتة لأنه في كتير مجموعة من الفنانين مثل دكتور ميكي. أنا بوجه له تحية لأنه دكتور ميكي من الأوفياء لشغله، من الأوفياء للوطن، ومنه شخص يعني بين هلالين ما بحبه للتعبير، بس منه شخص مادي، بالعكس إنسان تيتصل ويحكي وجع معناتها هو فيه وجع أساسي. طيب عندكم معلومات عن بعض أوضاع الفنانين؟ عندنا معلومات عن كتير أوضاع الفنانين، أكيد حالي يرسى مثل وضع الكل، بس هني كانوا بمراحل متقدمة قبل غيرهم، يعني قبل كورونا وقبل الثورة وقبل كل شيء. في دعم من مين؟ نحن كنا نقوم بتكريمات ونعمل 10 تكريمة، كل شيء يطلع من العشاء التكريمي نساعد فيه الفنان. نعم. بتعرف اليوم كل شيء توقف والعشوات ما بقى فيه عشوات، ما بقى فيه دعم، والوزارات مش كتير يعني عندها ميزانية مزبوط، خاصة وزارة الثقافة يعني ما عندها، ما زال أرخص يعني أقل ميزانية هي لوزارة الثقافة. مزبوط. طيب كيف بدك تنهض؟ بالعكس لازم هذا هون يتعزز دور وزارة الثقافة، يعطوها ميزانية حرزانة بس تضل هالفنان انه يضل يعطي يحس حلو انه ظهره محمي. مش اذا ما اشتغل ما بياكل. نعم. طيب خلينا نرجع شوي للزراعة. أكيد. عم بيمدوا يعني ايديهم من غير مناطق، من غير محافظات، لحتى يقولوا لكم تفضلوا ساعدونا. اكيد اكيد، في سبق وحكينا بجبال لا وبشري، قضاء بشري وقضاء صغرتها، في كتير اشخاص حبين، وفي كتير اشخاص عم يتحولوا على الزراعة، يعني عندهم مهن اليوم ما عندنا إلا الزراعة. وبس نتفي الإنتاج، يعني نحن عم ندرس السوق كتير منيح، بس نتفي صغيرة عم تفضل سلع من البضاعة الأجنبية، هون لازم اللبناني يكون حاضر يكون جاهز ودغري يغطي. على كل حال في ماركات لبنانية امبارح بلشت تنزل ببعض السوبر ماركات، تحية للشركات اللبنانية اللي عم تدعم السوبر ماركت، ومن أجود الأنواع هذه الماركت، رح تشوفوها تباعا. خلينا نأخذ اتصال كمان. ألو ألو صباح الخير. صباح الخير مدام، كيفك عبدو؟ الحمد لله، أهلا وسهلا. وكيف هالصبايا اللي عندك؟ كتير منيح. أسمعكم عم تحكوا عن الفرنس. نعم. هل فتحت التفيل لأنه كان رحت علينا ومليون؟ ايه ولا يهمك قليله. شو وضع الفريز؟ الفريز عم نقول انه ممكن هلا الكميات اللي موجوده بالسوق عم تروح تصير مربى، عم تروح للمستهلك اللبناني باسعار لبنانيه بيد عامله لبنانيه. صحيح. كثير حلو. وطبعا يعني اذا عندك اراضي كبيره حابه كمان تساهمي بالزراعه. يا ريت، انا ما عندي ارض بس انا بحب الفريز، بموت على الفريز مربى. اوكي، خلي رقبك وليد كمان، مزوق وليد اليوم مثل كل يوم يعني مش جديد. خلي رقمك مع دونا، وهلا بتحولنا اياه بيوصل لك مرتبين كمان على البيت. اهلا وسهلا فيك مدام. هيدا اخر اتصال لانه عندنا بعض فقرات تانية. بنرجع للزراعه بشكل بسؤال اخير، يعني اليوم المواطن اللي عنده اراضي وحابب يستفيد منها فيه يتصل فيكم. اكيد. انتوا قادرين تزرعوا؟ قادرين تسلموها لحدا؟ نحن اكيد في عنا، ما هون المشكله عم نقول كره الثلج عم تكبر اليوم. في مشروع فتنا نحن وياه، شو عم بيقلنا
انا وين في مشاريع انا قادر اغطيها اذا قادرين انتم تاخذوا المنتوج يعني. نعم. اكيد انا حاضر. بنكبر ومنكبر ساعتها اذا في ارض في عنا حدا اكيد بيزرعها وبيهتم فيها وعنده. نعم. خبره يعني. بتعلمون كيف يعملوا الصناعه او هن كيف بده يعملوا كل شيء؟ لا نحن عم نشرف على كل شيء. نحن عم نقول له هيدي اذا بتنعمل هيك بتعرف كل المزارع عنده طريقته. صحيح. وما بيريد ايام انه تتعدى انت على طريقته، بس بنقول له نحن طريقتك لك بنفهمها، بس كمان نحن عندنا بدنا طريقه نقدر نوصلها للمستهلك يعني. نحن مش عم نقول لك طبخ تاكل انت. نعم. بدك تطبخ تطعم الناس بطريقه، وعم نتعاون يعني نحن بالموضوع بتنسيق تام يعني. عم يطلبوا رقمك رح حولهم اياه اكيد بعد شوي، بس خلينا نقول رح اكشف شيء خبرني اياه وليد انه رح تذوقوا هيدي الطعمات ببعض المحلات رح نعلن عنها قريبا باجندا اليوم. صحيح. فيكن تذوقوا طعمه كل مربى او كل صنف وعلى ذوقه بتقرروا اذا حابين تشتروا او لا. صحيح. بدك تقول شيء قبل ما نروح لفقرتنا التاليه؟ بدي أقول إنه نحنا الصناعة اللبنانية لازم نحطها أولوية، وكل بدعي كل مستهلك بس يروح على السوبر ماركت معلش يعطي شوية وقت لإله إنه وين في منتج لبناني يشجعه قبل غيره، لأنه ما بيحك جلدك إلا ضفرك. أكيد. أكون عندكم إيمان بوطنكم لبنان وبأرض لبنان. أكيد. شكرا لك وليد، أكيد رح تبقى